الإسلاميين نوعين، هناك نوع لديه قناعة كبيرة بالحرب على الأمريكيين والمشروع الأمريكي، وهذا النوع تشكله بعض حركات المقاومة إن كان في العراق. يعني لا يجوز أن نشمل الإسلاميين كل الإسلاميين، وهناك إسلاميين هم يعملون لمصلحة CIA، وهؤلاء الناس تحركهم السعودية وتمولهم السعودية. وأنت شاهدت ماذا حصل عندنا في لبنان، فتح الإسلام، فتح الإسلام بالكامل فبركة سعودية، وواضح بأن فتح الإسلام كانت تنفذ مشروعا سعوديا في لبنان وفي مخيم نهر البارد، ولم تكن تنفذ مشروعا مقاوما. أنا أعتقد أن اليهود الذين كانوا في المدينة عادوا بعد 1400 سنة من هزيمتهم على يد النبي محمد، عادوا للانتقام من النبي محمد عبر هذا النظام الحاكم. أنا أجزم. يعني تقول إنه فتشي عن بني القينقاع، فتشي المسلمين الإسرائيل. المسلمين يعرفوا هذا الأمر، فتشي عن بني القينقاع بتوصل شو عم بيصير اليوم مع النظام السوري.